الكرة السابق الكابتن بدر الحقباني أو الأستاذ بدر الحقباني كان له بيان وحق رد في على ما ذكر، يعني من أغلب من الإعلاميين اللي ذكروا اسم الكابتن بدر الحقباني، ومن ضمنهم اللي بجانب الآن الأستاذ عبد العزيز المريس أبو تركي. بدر الحقباني كان له حق رد عبر بيان، بنستعرضه الآن وبقرأ لكم البيان. طيب، كان بيان الكابتن بدر الحقباني يقول: الإعلامي العزيز الأخ محمد الشهراني، السلام عليكم وتحية طيبة لك ولضيوفك في الأستوديو. لمست من ضيف برنامجكم عبد العزيز المريسل ذكر اسمي في أكثر من ظهور وعبر قناتكم الغراء، طالبا مني المواجهة والرد، حيث أنه قال بأنه يملك الكثير من الحقائق التي تدين عملي إبان إشرافي على جهاز الكرة بنادي النصر، وحيث كفلتم للجميع حق الرد من خلال برنامجكم المشاهد. أقول وبالله التوفيق للأخ عبد العزيز بأنني أقبل المواجهة بالمداخلة الصوتية مباشرة في البرنامج، ولدي الشجاعة، بشرط أن يملك الشجاعة ويثبت أنه مخول من قبل إدارة النادي ممثلة بسمو الرئيس، وقتها سأكون مستعد وجاهز للرد على كل اتهام أو تساؤل أو خلافه مما ذكره من حقائق مثيرة حسب تعبير، ولن أكون مسؤولا عما يظهر من تفاصيل أمام الجميع، حيث ما زلت أرى أنني وحتى بعد تقديمي للاستقالة من منصب إدارة كرة القدم بالنادي مؤتمن ومحافظا على مبدأ العمل والأمانة ومحل الثقة. أما إن لم يثبت بأنه مخول فأنا غير معني بمواجهته، فمن حق الإعلام والإعلاميين أن يطرحوا ما يرونه يخدم مهنتهم أو مصالحهم أيا كان الأمر، وبهتان الناس والكذب عليهم واتهامهم بما ليس فيهم فأمره وحسابه إلى الله، فلهم من الله ما يستحقون، متمنيا من جميع النصراويين بكافة أطيافهم الوقوف مع النادي وترك ما لا يفيد. والسلام، شاكرا ومقدرا لكم وللجميع، أخوكم بدر الحقباني مدير إدارة كرة القدم بنادي النصر المستقيم. طيب، هذا كان بيان البدر الحقباني، وكان رد تقريبا على عبد العزيز المريسل، ذكر أنه يمتلك شجاعة بأنه يظهر عبر البرنامج بمداخلة صوتية. اشترط ذلك عبر البيان أنه إذا كان عبد العزيز المريسل يملك الشجاعة ويثبت أنه مخول من قبل إدارة النادي ممثلة بسمو الرئيس، وقتها سأكون أنا مستعد وجاهز للرد على كل اتهام أو تساؤل أو خلاف مما ذكره من حقائق مثيرة حسب تعبيره. طبعا أكد في نقطة مهمة، وهذه نقطة مهمة لبيان الكابتن بدر الحقباني، قال: لن أكون مسؤولا عن ما يظهر من تفاصيل أمام الجميع. يعني في حال رد على عبد العزيز ما راح يكون مسؤول يعني بيكشف محمد الأشياء. عشان نختصر الموضوع، عشان نختصر الموضوع، طبعا بدر الآن يتفرج علينا. طيب، أبا أكد لأبو عبد العزيز حاجة مهمة جدا جدا واللي يمكن أنتم ما تعرفونه أو البعض ما يعرف. أنا علاقتي مع بدر منذ أن كان لاعب كانت أقوى علاقة مع لاعبين، كانوا تقريبا 8 في نادي النصر، هو من ضمنهم، محسن الحارثي، عبد الرحمن البيشي، بندر تميم، دول اللعبة كانت علاقتي معهم جدا قوية، سعد الزهراني، سعد الحارثي، اعتز فيهم كثير. هذول مصادرك. طيب، خلاف ذلك بدر الحقباني، أنا من الناس اللي كلمته في نهاية الموسم اللي راح وقلت له: يا بدر، أنا من وجهة نظري أشوف أنك أنت الرجل المناسب في المكان المناسب كمدير كرة. طبعا ما أعتقد أنه راح ينكرها، أنا بالعكس أنا ودي بمثل هذه الكفاءات سواء في نادي النصر أو حتى في المنتخبات السعودية. نعم، هو كفاءة، ما حد يشك في الشيء هذا، ولكن كعمل يعني ارتكب كثيرا من الأخطاء. أنا أقول له: بدر، اللي قاعد تطلبه أنت يعني أنا أشوفه تهرب. ليش تهرب؟ عشان أطلع معك أنت مخوم من الإدارة ولا لا؟ إذا أنت بتطلب مني الشيء هذا، معناته يا بدر، أنا لما انتقدت وبعنف إدارة الأمير فيصل بن عبد الرحمن لما ما أعطتك العقد أو المبلغ اللي أنت تبقاه
حتى إلى أن انتقلت نادي الشباب. أجل هل أنت اللي كنت مخول لي أني أتكلم بالنيابة عنك؟ أنا أتكلم وفق ما أرى أنا. شلون هذه قضية قديمة؟ لا لا محمد، أنا لما تكلمت في هذه القضية عبد العزيز سمعني انتقال للشباب ودخل في الموضوع الآن. والله يا محمد إذا أنت بعرف تربط هذه مصيبة. لا ما راح وشرب. خلاص خليني أكمل. طيب خليني أكمل. أنا لما انتقدت الإدارة هل كان بدر الحقباني هو اللي مخولني أتكلم لما انتقدت الإدارة؟ إنه بانتقال بدر. انتقال بدر للشباب لما انتقدت الإدارة وكنت أقول إن هذا من النجوم القلائل. النصر ذيك الفترة ما كان في إلا نجمين. المقصود يوم كان الموضوع يخدمك ما طلبت التخويل. زين هل بدر كان مخولني؟ أنا تكلمت بما أرى أنا من وجهة نظري إنه الصحيح. ما كان أحد مخوني لا بدر ولا غيره. لما أنا الآن ترى على فكرة وأنا أقول لبدر أنا الوحيد من إعلاميين النصر يمكن اللي ما تكلم في القضية بتشعب. أنا اللي زعلني من بدر إنه يتكلم لبعض الزملاء الإعلاميين وأنا متأكد من الكلام هذا وأنا أعرف شو اللي أقول أو بعض الناس المشجعين اللي عندهم جروبات ويتكلم بأنه مظلوم. بدر كلام فاضي هذا ما أبي. املك الشجاعة الأدبية وتعال اسمعني بس لحظة. لا يا عبد العزيز لا يا عبد العزيز هذا البيان هذا البيان لا 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 شوف هذا البيان كلام فاضي. لا لا مش فاضي. اسمعني اسمعني لا مش فاضي. اسمعني محمد رجاء تحترم البيان. لا 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 يا حبيبي هذا طرحينه في الحلقة. طيب تقول كلام فاضي. كلام فاضي. لا لا يا عبد العزيز عبد العزيز اكلمك انا. طيب خليك من بدر. طيب لا تقول كلام فاضي. لحظة لحظة عبد العزيز بدر يا عبد العزيز بدر الحقباني دقيقة محمد ما راح اعطيك الاذن. لا 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 هذا كلام فاضي. هذا كلام فاضي. تقول كلام كلام فاضي يا حبيبي طرحناه في الحلقة. وجهة نظري يا حبيبي يا حبيبي كيفك كيف كلام فاضي انت كيفك ما يحترم. انا اشوفه كلام فاضي يا اخي تحترم لي انا اشوفه كلام فاضي يا حبيبي ما تقول انا اقول بيان بدر الحقباني كلام ما يتعدى بالالفاظ. عندك شيء يا بدر الحقباني تعال تداخل يا عبد العزيز اذا تملك الشجاعه يا بدر محمد عبد العزيز اذا تملك الشجاعه يا بدر يا 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 والله اريك يا بدر اطلع فاصل والله اريك اطلع تعال اطلع فاصل يا حسين. موضوع مهم جدا انت من شوي قاعد تقول لا تقول كلام فاضي ما ادري وشو وفي الفاصل تقول حتى توضح للناس انها المقصوده القناه. انا مالي دخل في موضوع القناه. القناه لها احترامها والجميع اللي موجودين فيهم معدين وزملاء ومخرج وكل ومقدم كلهم لهم احترام. انا ما اتكلم انا اتكلم عن البيان. طيب تفضل. بيان بدر الحقباني انا لازم تقول انه كلام فاضي. بدر انت حين جالس تشوفني املك الشجاعه الادبيه وخلك كفو لهذه المرحلة واطلع معي مداخلة. كلام أصلا مجرد أنك تكتب بيان هذه فيها تهرب من المواجهة. عندك شيء تعال والله لعريك. لا 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 يا عبد العزيز لا معلش والله لا اقبل الاسلوب هذا مع رجعني عبد العزيز عبد العزيز معلش والله معلش عبد العزيز معلش عبد العزيز كلمه هذه ما اقبلها محمد ما اقبلها يا حبيبي انا قاعد لا 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 يا عبد العزيز عبد العزيز ورق زعلان لا معلش ورق زعلان ما اتكلم اولا بعريه والله لعريه والله لعريه يا اخي والله بعريه يا اخي فيك والله بعريه سمعني لا وش انت وش فيها الاحترام محمد يا اخي ايش فكرك رجاء وش اللي فيها انا ما اقبلها في المجلس تقول كلمه ذي ريك فيها لا لا ما سبا إيه سبا ما أقبل عندك لا ما أقبل أنا عندي أنا ذيك حوار أنا أديك خلاص ما تقول أنا سبا عبد العزيز بدر الحقباني وعري وعري أطلع وعري خلاص عبد العزيز عبد العزيز من قبل هنا أنا عندك تدير هذه لا 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 أديرك لا ما تديرني لا أديرك لا تديرني لا أديرك أنا لا أديرك لا ما تديرني ليش عبد العزيز أنت ضيف هنا عندك ما تديرني بندر لك التعليق ما تديرني لحظة 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 بندر لحظة بندر لا لا ما راح تسمح يا عبد العزيز ما راح تسمح محمد ما راح تسمح أنا أدير حوار هنا أنا أدير حوار حوار رجاء تدير حوار عبد العزيز تدير الحوار لما نقول عليك مين سب ذي لا لا سب انا اراها سب انا اراها سب انا اراها سب اذا انت قاعد انا اراها سب انا اراها سب يا عبد العزيز يا عبد العزيز يا عبد العزيز له حق ادبي له حق ادبي تفضل يا بندر رجاء ما راح اخلي علق الموضوع هذا يخصني انا لحظه يا بندر لو سمحت عبد العزيز لو سمحت يا بندر لو سمحت عبد العزيز اهدى الموضوع هذا يحق اهدى اهدى ما يطبق محمد محمد لو سمحت اهدى كلمة بعريك اطلع فاصل اطلع فاصل